أما كلية تانية واللي هتنافس وبقوة للوصول للمربع الذهبي من محافظة الدقهلية، نرحب كلية بكلية تمريض جامعة المنصورة. حماس جامعة المنصورة، ماتش النهاردة 8 طلاب هتقدم منهم 4. محمد مكاوي. مكاوي أول تعرفي بيه كان في تيم العباقرة، لمح جدا ومجتهد، برغم ان هو اصغر حد فينا بس دايما بيعمل لنا سبورت. شيماء خالد. شيماء خالد اول ما عرفت بيها كان في تيم العباقرة، كناش على وفاق في البداية لان ما كنتش بعرف قدراتها عامل ايه، انما بعد ما دخلنا الماتشات واكتشفت نتيجتها قد ايه، حسيت ان هي مؤثرة فعلا في الفريق بتاعنا. عبد الرحمن رزق. هو ليدر بتاع الفريق، شاطر جدا ما شاء الله عليه، التيم بيعتمد عليه في اسئله الميديكال، هو شاطر ومتفوق فيها. اسراء عماد. اسراء عماد كانت معرفتي بيها من سنه تقريبا، هي مجتهده ومتفوقه وبتعمل عليها اكتر. اسئله من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقه.